بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا وبؤبؤ عيوننا سيدنا محمد رسول الله الامين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الصادقين الاكرمين ومن اهتدى بهديهم اجمعين اما بعد السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آمين. نتحدث اليوم عن موضوع عن محاسبه الانفس والحذر من احباط العمل سائلين الله عز وجل التوفيق والاذن والعون والسداد ولا شك ان ايامنا في هذه الدنيا معدوده فكل ابن ادم وان دامت او طالت سلامته لا بد يوما على اله حدباء محمول لا بد من الرحيل ولا بد من تذوق الموت في يوم من الايام ولا بد من الخروج من هذه الدنيا ومن ثم كان العاقل فينا ان يستعد لملاقاه الله سبحانه وتعالى وان يحاسب نفسه في الدنيا قبل ان ياتي يوم الحساب غدا يوم القيامه فان من حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب غدا يوم لقاء الله عز وجل وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من احد منا الا وسيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان وانه سوف يرى عمله عن يمينه وعن شماله وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم فقال لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه سبحان الله يسال عن ماله بسؤالين ويسال عن عمره وعن شبابه وعن علمه سؤالا 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 فمن حاسب نفسه في حياته الدنيا واستقام على امر الله عز وجل فانه سيخف عنه الحساب يوم القيامه، بل ربما يدخل الجنه من غير حساب ولا عقاب، ومن اهمل نفسه وضيعها فسيشتد عليه الحساب غدا يوم لقاء الله عز وجل، وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يلح فيقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتهياوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فليحذر كل واحد منا ان يلقى الله عز وجل غدا يوم القيامه وقد جاء باعمال تحبط الاجر وتحبط العمل الصالح من ذلك سوء النيه لنجدد نيتنا الصالحه ولنمحصها ولنصفها ولنجعل نيتنا صادقه مع الله سبحانه وتعالى ففي الحديث اول من تسعر بهم النار يوم القيامه قارئ قران وعالم ومجاهد ومتصدق لان كل واحد منهما فعل العمل لغير وجه الله عز وجل فقارئ القران قراه ليقال قارئ وقد قيل والعالم علم ليقال عالم وقد قيل والمجاهد جاهد ليقال جريء وقد قيل والمنفق انفق ليقال كريم وجواد وقد قيل فالنيه الخبيثه التي فيها الرياء لا يقبلها الله عز وجل ولا يقبل الاعمال المتعلقه بها كذلك من محبطات الاعمال ذنوب الخلوات ففي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاعلمن اناسا من امتي ياتون يوم القيامه بامثال جبال تهامه بيض من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا ففزع ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا ندري قال اما انهم منكم ويصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ولهم حظ من قيام الليل ولكنهم قوم اذا خلوا الى محارم الله انتهكوها اذا خلوا الى محارم الله انتهكوها انها ذنوب الخلوات في الاسفار في الفنادق في الاماكن البعيده في البيوت حيث لا رقيب عليك الا الله حذاري ان تعصي الله وان تنتهك حرمات الله عز وجل كذلك من محبطات الاعمال الغش والخداع والمكر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غشنا فليس منا ومن نهبنا فليس منا ومن حمل السلاح علينا فليس منا، الغش في التجاره والبيع والشراء، الغش في المواد المستورده، الغش في توريد المواد للمرفق العام، الغش في العمل الاستشفائي الطبي، والغش في العمل الدفاعي في المحاماه، والغش في جميع الاعمال. بما فيها التعليم، بما فيها التدريس، بما فيها الاداره والوظيفه وغيرها من المجالات، حذاري من الغش في الصناعه، الغش في الزراعه، الغش في حقوق الناس، فان الغش يؤدي الى احباط العمل والطرد من رحمه الله تبارك وتعالى، ويا ويح من جاء يوم القيامه وهو خادع لامته خادع للمسلمين فانه يرفع له لواء على استه او على ظهره كما جاء في الحديث فيقال هذه غدره فلان وخيانه فلان ومن محبطات الاعمال التعامل بالربا فان سيدنا زيد بن ارقم اخطا فتعامل بالربا فسمعته او سمعت عائشه رضي الله تعالى عنه فقالت اخبر زيدا انه قد احبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لم يتب فحذاري من المعاملات الماليه والاجتماعيه والعائليه والعلاقات البينيه التي فيها سخط الله وتؤدي الى احباط العمل لنحاسب انفسنا قبل يوم الحساب ولنطهر انفسنا من العيوب والذنوب والاثام والسيئات قبل ساعه الرحيل الى ملاقاه ربنا الجليل سبحانه وتعالى والله اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته